اتجمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل اللي جاي جاي بوجعه ياخد مكانه فرحها ويروح. ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح، حبت ظروفك جمعت على شكل واحدة قلبها مجروح، حبت تعيش بين البشر ملقتش بينهم أي باب مفتوح. كل فرحها وروح، ومن النهاردة يا روح ما في بعدك روح. ويا عيني على لف السنين بتقدمين وتعلمين عداني، شر الحليم مش من ما فيه وهعيش لمين لو مش عايش علشاني. أنا آسف إن اضطريت أجيبكم هنا عشان كنت عايز أتكلم معاكم بنفسي. صوري في الفيلا ممكن يعمل بلبلة ملهاش لازمة. بابا جرب له حاجة؟ لا بالعكس. في تطور كبير في صحة سيادة الرئيس. أنتوا إيه؟ ما شفتوش الصور ولا إيه؟ أمال حضرتك عايزنا في إيه يا فندم؟ يا أستاذ ربي، عايز أطمن عليكم. ولا أنتوا مش معتبريننا عيلة واحدة؟ آه طبعًا صح. وبعدين كنت عايز اعرفكم ان سياده الرئيس وضعه بقى طبيعي جدا، وعايزكم انتوا كمان ترجعوا لحياتكم الطبيعيه. ولما هو بقى وضعه طبيعي جدا ليه منعنا نزور ابونا في القصر؟ عشان وجودكم في القصر هو اللي مش طبيعي، واكيد الهانم عندها اسبابها. المهم يا انسه منى، انا عايزك ترجعي لشغلك اللي متوقفه عنه من ساعه الحادثه. انا عايز الوضع يبان طبيعي جدا قدام الناس. اشوف بابا الاول واطمن عليه. لازم؟ لا مش لازم، وانا طمنتكم عليه وكلمتي كفايه. وانت يا استاذ رامي مش هتخف شويه بقى من اللي انت بتعمله ده ولا ايه؟ احنا مش عايزين اي حاجه تاثر على سمعه مؤسسه الرئاسه. احنا علينا في كل مكان،
مش بنراقبكم، لا بنحميكم. شكرا. الناس يقول لي اسم الديلر بتاعي، بس ما قدمناش حل، احنا لازم نسمع كلامه. هتبطل يا رامي؟ لا، بس انت لازم تروحي الشغل. والحقنه اللي اديتوها لسيادته ملهاش اي تاثير على صحته؟ والله السيد الوزير قال لي ان ما فيهاش مشكله. لو سمحتي يا هلا. زي ما قلت لسيادتك في التليفون، ما كانش في وقت. أي قرار يتعلق بصحة الرئيس ما ينفعش يكون قرار فردي. عموما مش هنقف عند النقطة دي كتير. المهم الغرض اللي احنا عايزينه اتحقق الحمد لله. لسه في حاجة تانية. دلوقتي الكل عارف إن الرئيس رجع لوعي. فاضل إنك ترجعي تمارسي دورك في البلد. تحضري مؤتمر. تفتتحي مشروع. وده أنا هنسقه مع رئيس الوزراء. ممكن كمان تحضري أي مناسبة باسم الرئاسة، وده برضه هدبرهولك. أنا تحت أمرك يا سيادة اللواء، طالما ده في مصلحة البلد. بعد إذنك. ممكن يستغل الموقف ده ازاي؟ مش هيحصل حاجه يا سامح. ان شاء الله يا سيدي مش هيستغله. فضلك كمل عشان خاطر، لو سمحت لو سمحت ما تنرفزنيش يا كمال. انا مش ناقص. الناس دي ما بتعرفش تعمل حاجه غير الاستغلال يا اخي. انت ايه اللي معصبك يا ريس؟ ناس من عندنا كانت بتعلق دعايه عند جامعه القاهره، اتخانقوا مع ناس من حنس فريد حسان وحصل اشتباكات جامده. هو الكارثه. الكارثه ان في واحد مات. من عندنا ولا من عندهم؟ هتفرق معاكي؟ هي هتفرق معانا كلنا مش انا بس. هتفرق في ايه؟ منهم ولا مننا؟ مش هي دي المشكله يا شيخه انت كمال. والله انا مسؤول عن الطرفين. عارف يعني ايه مسؤول عن الطرفين؟ ده انا لو عاوز اكون رئيس للبلد دي. في نفس الوقت اعضاء حضرتك مسؤولين منك وملزم انك تحميهم. يعني ما ينفعش حد فيهم لا يتحبس ولا يتقبض عليه. ممكن يا جماعه نهدى شويه؟ ها؟ ممكن. ما هو لازم نهدى علشان نعرف هنتصرف ازاي، هنعمل ايه، هنقول ايه. الحكايه محتاجه هدوء. هو انا بعد اذنك يا سيادة الرئيس ممكن اتدخل؟ نعم. على فكره هو الموضوع وانت يا اخي بقى اسكت شويه. انا هادي. اشتباكات ومصابين وواحد مات من عندهم يعني في مستشفى. وبعدين؟ فريد حسان زمانه في المستشفى دلوقتي. بعمل شو حبيبي؟ والله انت فاكره فنجان ولا ايه؟ مش وقت تنجيم وحياه ابوك يا شيخه. وتلفزيون وصحافه ومجلات وحاجات من اللي انت عارفها. الفرصه جات له حتى عنده. وهيزيد عليك الصبح. هيزيد؟ يزيد بيه؟ هم عندهم غيرها. القصاص. أول حاجة بقى طالب بيها القصاص. دم الشهيد اللي مات ده وحقوق جميع المصابين. أقولها مرة ثانية، القصاص القصاص ولا شيء غير القصاص. وسع يا ابني. لازم نطلع بيان فورا. جميل جدا يا أستاذ كمال. بس البيان ده بقى لازم يتقال من هناك. من المستشفى. يا جماعة فريد حسان فعلا وصل المستشفى. وأحب أطمن الجميع إن حقوق المصابين كلها هتيجي، ومن تلوثت أيديهم بدماء الشهداء سيقتص منهم. من بعد النهارده خلاص مفيش طرمخة ولا موائمات، كل الحقوق هتيجي. زي ما أنت قلت يا ريس، الطرفين لازم يتحاسبوا بالظبط. وممكن تيجي على الطرف بتاعنا زيادة شوية حبتين. إزاي؟ الجماعة اللي هناك دول مطلوبهم واحد،
هما بيصدقوا اللي جوا مناحة. هتلاقيهم زعلانين اصلا الواحد بس اللي مات، اكيد كانوا عايزين اكتر. انا مش فاهم انت عايز تقول ايه. وصلت وبعدين؟ زي ما انت قلت يا ريس من شويه، لو عايز تبقى رئيس البلد دي لازم تبقى رئيس الكل، تحكم بالعدل وتجيب حق الناس كلها، مش حق الناس بس اللي بيشتغلوا في صفك. بس الطرف التاني برضو عنده اصابات يا فندم. الطرف التاني هو اللي بدأ، هو اللي بدأ بالعدوان. انما احنا شبابنا، شباب المسلم يعرف الله حق قدره، شباب المؤمن ويقدر حق ايمانه. شبابنا مش من النوع اللي لو حد ضربه على خده الايمن يدير له خده الايسر، لا، شبابنا يعرف يقتص لنفسه حق القصاص. كملي يا مريم. لازم تتعهد قدام الناس كلها ان انت هتجيب حق الراجل اللي مات، وان الغلطان هيتحاسب حتى لو كان من حملتك، وان انت هتقدم الجنيه بنفسك. انا مش موافق على الكلام ده، ده تهريج. احنا لا يمكن نبيع رجالتنا مهما حصل. خلاص خليهم بقى يقولوا ان هاشم الرئيس ميزانه بايظ، ما بيحكمش بالعدل. انا موافق على الكلام اللي بتقوله. وانا مش موافق. ولو انت موافق يا هاشم اعتبرني بره الموضوع ده كله. هو في ايه؟ احنا نبيع رجالتنا اللي اتمرمطوا في الشوارع عشان خاطرنا، عشان خاطر كل واحد فيكم، وعشانك انت يا هاشم، عشان تبقى رئيس هتبيعهم بعد اول مطب؟ هتسمع كلام البنت دي يا هاشم؟ ضروري البيع، لازم نروح المستشفى دلوقتي حالا. يلا مفيش وقت، يلا نتحرك، اتفضلوا. طب وكمان هنقولها، هنظبطها في الطريق. يلا بينا. ربنا معاك يا ريس. وانا بأعلن ان انا هعمل تحقيق خاص وهقدم بنفسي المذنب للعداله. ده كل اللي عندي. متشكر. على اذنكم. السلام عليكم. الله بقى يسعدك. شد حيلك. في حد يا رامي؟ مالك في ايه؟ هايلة. كنت هايلة. كنت عايز اسقفلك على المشهد اللي انت عم تجيبه في المكتب النهارده. فظيع فظيع يا مريم والله العظيم. الصراحه كان جديد. وقفت يوم واحد واحد يسمعوكي وعملت اللي انت عايزاه في الاخر. والله انا بشوف شغلي، بشوف مصلحه هاشم بيه، مصلحه الحمله، مصلحه برافو. والله برافو. بس واضح بقى انك من النوع اللي بيفضل متقمص الشخصيه حتى بعد ما المشهد يخلص. ايه الحلاوه دي؟ عايز ايه يا رامي؟ اختصر. صح كده. ايوه بقى، اقلبي على الوش التاني الحقيقي اللي بجد. اصل ملوش داعي التمثيل برضو يا جماعه. بص يا مريم، ساعه ما دخلت البيت هنا وانا متابعك بس سايبك بمزاجي. انا كده بحب اتفرج من بعيد واقفش في الوقت المناسب. انا عارف كويس قوي انت عايزه ايه. جو بقى انا خايفه على هاشم بيه ومصلحه هاشم بيه. والله كلنا خايفين على هاشم بيه ومصلحه هاشم بيه، بس الكلام ده لو دخل على هاشم بيه نفسه مش هيخش عليا انا يا مريم. ماشي يا قطه. الواد عموره ونغش. اهي النغشه دي ناوي يطلعها على جدتي. انا عارفه ان الواد نمس شكله كده عكسك، بس يكون في علمك انا ما عنديش اي مانع. بقولك ايه؟ المساله مش محتاجه هزار. طب خلاص خلاص يا ستي ما تزقيش. في ايه؟ الواد شكله عايز يعلم عليا وانا مش فاضيه له. حاسه ان هو بيراقبني، هيبوظ لي كل اللي انا عملته. بقولك ايه؟ تعالي اقعدي لي بقى هنا جنبي واحكي لي في ايه بالظبط. احكي لي يا مريومه، تشيكي حد غيري؟ اقعدي. ايه؟ بقول لك ايه يا جين؟ انا عايزاكي الايام الجايه دي تركزي قوي مع الواد ده، يعني تحاولي تقربي منك، المهم يبعد عن خلقتي.
ماشي يا ستي، غالي والطلب غالي، بس انت فاكره بقى الواد ده يبقى مين؟ الواد ده احتمال ابوه يبقى رئيس الجمهوريه. انا وانت متفقين من الاول، مصلحتنا واحده، انت كسبتي انا كسبت، مفيش مشكله. ريهان هتسيبي كل حاجه الايام اللي جايه دي وتركزي معايا. كل حاجه كل حاجه يعني تدفعي كده. اهلا اهلا يا عمر. مساء الخير. ازيك؟ الحمد لله. اتاخرت؟ لا 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 ابدا، في ميعادك بالظبط. طب اتفضلي. ايه ده بقى؟ دي هدية صغيرة بس عشان اشكرك على الواجب اللي عملتي معايا. مش عارفة اقول لك ايه، كلك ذوق كلك. ازيك يا عمر؟ اهلا اهلا يا مريم. يلا خش البيت منك. شكرا. بابا بيعمل ايه؟ شكله كده عايز يصالحنا. ولسه فاكر يعمل كده دلوقتي؟ رامي ما تنساش انت بتتكلم عن بابا. هو بابا زي ما هو بابا برضه، بس الظهر القلم كان على وشه بس. لا انت بس اللي اوفر الموضوع قوي وعامل منه فيلم. خلاص ابوك كان متعصب وداك بالقلم على وشك، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ده عمر هنا. وانا اللي فاكره اعمل الحفله دي عشان يصالحني. طب والله كنت قربت اسامحه. روحي 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 ليلى عليك يا كلب. اه منى بخلي بالك موضوع الصور والحاجات دي، ازاي اخوكي برضه. معقول يا ريس انت بنفسك اللي واقف على الشاوي؟ طب ما بيقولوا خادم القوم سيدهم، بس انا بقول بقى سيد القوم خادمهم. ايوه لما يكون انسان عادي مش رئيس. احنا هنا كلنا خدامين الرئاسه عنك. طب افرضي بقى ما بقتش رئيس، هتنفضوا من حواليا وتسيبوني كلكم ولا ايه؟ انا مش عايز اسمع الكلام ده منك تاني. لازم تكون واثق في نفسك زي ما احنا واثقين فيك. البلد دي ملهاش غير رئيس واحد ان شاء الله، هاشم الرئيس. هتعمل تعالي انت بس اعملي لي سياخ جديده من فضلك. يا جمالك يا جمالك يا هاشم يا رئيس. كنت تقولي انك معزوم؟ انا ما كنتش معزوم، كلمت ماما اشكرها على الشغل اللي جابته لي وهي اللي عزمتني. طيب بالنسبه للي كلمت ماما مالا، مش مفروض تشكرها برضو؟ طبعا طبعا، بس هيكون شكر مخصوص. ما ينفعش هنا. طيب انت كده اشتغلت خلاص صح؟ اه جريت، مبروك. واضح ان النهارده يوم الشغل العالمي، انا كمان اشتغل في الاذاعه. والله بجد مبروك. مبروك علينا. ضحكتك مالها؟ فين مريم؟ ما تقولوا لها تيجي تاكل معانا. على فكره يا بابا يعني رامي كمان ما جاش. رزق يا رامي. عاوز تشلني من يومين تخش عليا وانت سكران، ودلوقتي قافشك وانت بتشرب لي سجاير. شيل البتاعه دي من ايديك. انت عارف اني مدخن يعني، الله عايزني اكذب عليك. ما تكذبش عليا يا اخي،
بس اديني برستيج اتخض وقوم على حيلك ارمي السيجاره من ايدك ان شاء الله تحرق الاوضه. قسما بالله اللي كان بيمد ايده ولا بيمد رجله قدام ابوه كانت امه بتنيمه من غير عشاء. كانت الابهات برضه بتضرب عيالها بالقلم ولا اه وتكسر لهم دماغهم لما يبقوا غلطانين. لازم طب انا احكي لك حكايه. مره جدك اللي هو ابويا يعني الله يرحمه في وسط الحوش قدام الطلبه كلهم رفع رجليا لفوق وخلى المدرس ينزل عليا بالخرزان. عارف كل ده ليه؟ عشان رفعت صوتي على المدرس. وانت زعلان علشان مديت ايدي عليك انت راجع لي سكران؟ اه بس الزمن ما غير الزمن على فكره. سيدي ما انا عارف عشان كده اللي علقت لك الفلكه ولا طردتك من البيت زي ما كان بيحصل زمان. خلاص خلاص يا سيدي خلاص يا استاذ رامي يا رامي بيه. وجاي اقول لك عشان خاطر اتعطف علينا وتعالى انزل معانا اتعشى. ما تسوقش فيها بقى بقول لك ايه؟ ما تسوقش فيها. قسما بالله قسما بالله اعمل لك اساليب جدك بتاع زمان. ها؟ ما تتكررش تاني. وحتى امك ما تشردش عليا. يلا. تعال اتفضل. تعال. هاكلك. هو القلم كان جامد؟ اه. أوي؟ نعم. تاخد واحد تاني؟ لا طب شيل البتاع دي يا حبيبي. يلا يا يلا تعال هنا في الدفع. عايز اقول لك كلمتين انا وفرات. انا مش هكذب عليك انا اتفاجئت لما شفتك النهارده خصوصا ان انا ما شفتكش من ساعه حكايه الصوره. هي انا مش بكلمك كهاشم الرئيس انا بكلمك كاب راجل زيك. أنا آسف يا شبيه لو كنت تسببت لحضرتك في أي مشاكل بس يا سيدي أنا مش بكلمك عشان الموضوع عايب بس هم اللي كبروه. أنا مربي ولادي على الجرأة والشجاعة خاصة من عارف كويس قوي هي بتتصرف إزاي. ما عنديش أي مشكلة إن يبقى في حاجة بينك وبينها خاصة إن أنا شايف يعني والدتها مرحبة بالعلاقة دي. كل اللي بطلبه إن العلاقة تبقى في نطاقها الصحيح وشكل ما يعملش أي مشكلة. طبعا انت فاهمني. طبعا طبعا فاهم فاهم يا شنبيه واوعدك ان مفيش اي حاجه بعد كده هتزعجك او تاثر عليك وان شاء الله كل حاجه هتتظبط. انا مش عايز اخد من وقتك اكتر من كده. يلا تصبح على خير. وانت سلام سلام خلي بالك. شكرا. عمر ماشي كمان من غير ما تسلم عليا؟ أنا لقيتك مشغولة بعدين خفت منا تفهم غلط. منا؟ ولا مامة منا؟ نعم نعم الله عليك. أصل أنا شفتك وأنت شايل كده على قلبك هدية يعني فضلت مراقباها لحد ما وصلت للمدام. يا مريم مش كل الناس بتشتغل من تحت لتحت زيك. أعتبر دي شتيمة ولا إيه؟ قول لي انت يا غلبان هتفرق معاكي يعني؟ ما انت اللي في دماغك في دماغك مش هعرف اغيره لك. هتفرق معاك انت؟ ناحيتها هتفرق طبعا هتفرق بس انت اللي ما بتفكريش في اي حاجه غير مصلحتك وبس. طب انا بقى لو سبت مصلحتي انت هتسيب منها وهتجي لي؟ انا ما بقتش فاهم اي حاجه. مش فاهم أي حاجة. هو مين اللي كان بيزقني على منا؟ مش أنتِ؟ إيه يا مريم؟ أنتِ عايزة إيه بالظبط؟ حددي موقفك. لما تتحدد موقفك منا ولا مامتها؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ هكون بعمل ايه هنا يعني؟ براقبك طبعا.
مين قالك تراقبني؟ ابويا طبعا مش كده؟ ابوكي ده اصلا شايف قدامه، ده في ملكوت لوحده. مريم في كلام كتير عايز اقوله لك. بقول لك يا جمال، ربنا يهديك، روح دلوقتي عند ابويا وانا هاجي نتكلم مع بعض. لو ما دخلتش دلوقتي للناس اللي جوه هيودوني انا وانت في 60 داهيه. من بعد ما كنت اخليكي ملكه ما بتشتغلي في بيوت الناس. ما تحترم نفسك، انا ما بشتغلش عند حد، انا بشتغل مع هاشم الرئيس. انت عارف مين هو هاشم الرئيس؟ ولا يهمني، ان شاء الله كوني بتشتغل عند الجن ابن العفريت. واسمع بقى الكلام اللي من الاخر، احنا لبعض وانا مش هسيب البلد دي غير وانت ايدك في ايديا، بمزاجك او غصبا عنك. وانتي شر جمال. خلص الكلام. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. مالك شايل طاجن ستك ليه؟ تبني مالكش اهل يسالوا عنك؟ محدش يعني قلقان عليك؟ ممكن مات عندك الليله دي؟ الليله يا ابني وكل ليله. اظهر القعده عجبتك. خش يا جيمي، خش رايح جوه على ما نشوف لك مطرح تقعد فيه. شكلك هتطول. شكر جدا. اوعى تريح في اوضتي، كارولين بتريح جوه. يا بجحتك يا اخي، قدام امك صحيح اللي اختشوا ماتوا. وانت مسهم كده ليه؟ انت راخر. ها؟ لا ابدا، بفكر. بتفكر في ايه؟ في الشغل. شغل؟ هو انت وراك غير الهبابه دي؟ انا من ساعه ما جيت وانت متلقح جنبي، لا شفتك بتشتغل ولا بتتنيل. بس يا ماما عيب، بنت كارولين جوه تسمعك. بنت ماما؟ بلا ماما بلا بابا بقى. شوف انا سايبها لك وماشيه. رايحة فين؟ هرجع بيتي. امال ده ايه؟ مش بيتك؟ صدق بالله انا حاسه اني قاعده في وكر، وان البوليس ممكن يطب علينا في اي لحظه. بتدعيني يا روجة؟ عايزه تنفذي بجلدك؟ ما تخافيش يا ماما، الحكومه كلها ما تعرفش تدخل هنا. ما انا جبتك عشان تتصرف مع البيت، هي اللي اتصرفت معاك. ملهاش لازمه القعده بقى. يلا اوه. الله 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 الله. ايه يا ماما؟ خلينا نمشي بقى. ماما طلع عليك عفريت ولا ايه؟ ما تهدي، ده انا ما صدقت انك جيتي. اقعدي معايا شويه كمان. اللي يشوف كده اوعى رجلك يقول ان انت اللي طلبت مني اجي لك. ما انت كنت قاعد ونسينا ولا جينا على بالك. كنت يا نوبة، كنت، بس ما كنتش ناسيكم، كنت مستخبي منكم. مش عشان ما تشوفونيش، لا، عشان انا ما اشوفكوش، عشان عيني ما تقعش على بنت من البنات وحن من تاني. ما كانش ينفع ارجع، مش هيعرفوني. يمكن كانوا نكروني، ودي حاجة ما كنتش هقدر استحملها أبدا يا نوجة. عشان كده بنيت سور عالي حواليا عشان ما أعرفش أعديه. بس أنت عديتهم يا نوجة. البنت مريم قبل ما تمشي بسدني هنا. عشان كده حالك اتبدل. أي وأي حد مكانك كان حاله اتبدل. دبوسة بقالي 20 سنة مستنيها. من بعدها قعدت أسرح وأفكر، ولا 20 سنة اللي فاتوا دول لو كنت قعدت معاكوا كان إيه اللي حصل؟ شوفي بقى يا نوجة كنت خدت كام بوسة. بنت مريم كبرت قدامي بقت عروسة، كنت ربيت منال على ايدي بدل ما هي محرومة من قولة بابا كده طول عمرها. عايز اشوفها. هي مين؟ منال. بس مش عايزها تخف وتتخض اول ما تشوفني. انا عايزها ترمي نفسها في حضني اول ما تشوفني وتعرف ان انا ابوها. خلاص يا لونجي، ما دام هديت السور
ده ملوش لازمة. لهدو حبيبي يا حبيبي، ان شاء الله يا دنايا ان شاء الله، ربنا يقرب البعيد يا رب. خلاص يا هشام، بقت رجالتك سبتهم يتمرمطوا، مع ان انت السبب في اللي حصل لهم على فكره. انا ايه؟ انا السبب في اللي حصل لهم ليه يا حبيبي؟ انا اللي قلت لهم اتخانقوا، انا اللي قلت لهم يضربوا، انا اللي قلت لهم يقتلوا. اللي غلطان لازم ياخد جزاء. هو في ايه يا هشام؟ هو انت ايه اللي حصل لك؟ دي رجاله حملتك يا اخي، دول ما كانوش بيروحوا بيوتهم، كانوا بيباتوا في الشوارع وعلى الارصفة عشان خاطرك. بلاش المسكنه والتمثيليه اللي انت عاملها دي. اولا انا اديت للناس كلمه، ثانيا بطل الاسلوب الرخيص بتاعك. انا الاسلوب الرخيص؟ انا؟ والله انا ما بقتش فاهم مين اللي بيستعمل اساليب. اولا ما تعليش صوتك، ثانيا انا ما اسمحلكش. ايه ايه في ايه يا سامح؟ مالك عصبي كده ليه؟ انا عارف يا سيدي هو عصبي ليه، انا عارف كل ده عشان الست مريم. مريم؟ مريم مين؟ هو انت يا هاشم الريس متخيل ان مريم دي ممكن تشغل جزء صغير من تفكيري؟ مريم دي قد كده يعني ولا حاجه، وعلى العموم اشبعوا بيها لحد ما هتلبسكوا في اقرب حيط. انما انا بقى من النهارده يا هاشم مش معاك. انا اللي بقول لك يا حبيبي من النهارده، انا اللي مش عاوزك معايا. انت ايه؟ عشان جايب لي شويه متطوعين على شبابي يبقى خلاص هتلوي دراعي؟ لا لا، انت ولا كل اللي معاك، وانا بقولها لك اللي مش هيمشي في الحمله دي زي ما انا عاوز يبقى ما يلزمنيش. خساره، عمري ما كنت اتخيل اني ممكن اقف قصادك واسمع منك الكلام ده. تمام، سلام يا ريس. في 60 داعية انا اللي مش عاوزك في حملتي. انت مش شكلي ده عيب عليا. لا لا يا هاشم كده ما ينفعش، سامح جزء مهم في الحملة وهنخسر معاه متطوعين كتير. ايه ايه؟ كنت عايز نسيبه هون يا صاحبي عشان يطلع يرسن عليا في كل حتة؟ كان لازم اطرده. اسمع يا هاشم، انا هروح وراه احاول اهديه واخلص الموضوع. استاذ كمال، سامح مش هيرجع يا استاذ كمال. نعم؟ ده ابن عمي وانا عارفاه كويس قوي، مش هيرجع غير لو انا مشيت. هو متخيل ان انا مقصره على هاشم الرئيس، متخيل ان انا عايز اخد مكانه، مع اني والله العظيم عايز اخدم الحمله زيه بالظبط. مريم انت عايزه تقولي ايه؟ مش انا اللي اقترحت حكايه المستشفى والكلام اللي حصل ده. وبعدين استنى لما تشوف نتيجه اللي حصل، شوف مين مع الحق، وساعتها قرر تروح ورا سامح ولا لا. سامح لو رجع دلوقتي يبقى هاشم الرئيس لازم يرجع في كل الكلام اللي هو قاله، وساعتها هتخسر المرشح اللي انت بتدعمه، اللي نجاحه هو نجاحك انت ومستقبلك. استاذ كمال انت انسان ذكي قوي، انت اذكى واحد في حمله هاشم الرئيس. جايز جدا لو ما كانش هاشم الرئيس موجود كان زمانك انت مكانه دلوقتي. اسمع كلامي، هاشم هو اللي مهم، سامح بلاش تختار غلط. الحمد لله على السلامة، أخيرا وصلت. ده أنا كنت ابتديت أنسى إن مصر ليها وزير ثقافة. ما كانش ينفع أرجع وأسيب المنتدى، وبعدين أنا جات لي مكالمة من اللواء طلعت قال لي خليك هناك ما ترجعش وكمل. كان لازم ابين ان كل الامور عاديه ومفيش حاجه، وانا شايف ان ده القرار الصح. والامريكان بقى هناك رايهم ايه؟ ولا حاجه، الناس دي خطواتها محسوبه وردود افعالها كمان محسوبه. عموما مفيش حاجه تدعو للقلق، المهم عندنا نعرف مين ورا اللي حصل. وصلتوا لحاجه؟ لا لسه، بس قريب قوي. أظن دلوقتي هتقولي على كل حاجة. أنا عملت كده عشان خاطر البلد.
ولاد البلد كتير، يا ترى عملت كده علشان انهي ابن بلد فيهم؟ انا هقول على كل حاجه، مش هستعمل اكتر من كده، مش هستعمل. كويس، اتفضلي اطربي. دكتور فريد حسن، هو اللي طلب مني اخذ الصور دي. فريد حسن، جاي جايب وجعه، ياخد مكانه فرحه غاويه.